في ساعة مبكرة من الصباح تبدأ السيدة اللبنانية أمل دعبول يومها بالعمل كسائقة أجرة، وتعود للطهي وتناول الطعام والراحة في ساعات الذروة بمنتصف النهار قبل أن تعاود الجلوس في مقعد السائق لساعة أخرى بعد ذلك. أمل البالغة من العمر 46 عاما تتحدث عن ردود الفعل المختلفة التي ما زالت تراها ونظرة الناس إليها كسائقة لسيارة أجرة، حيث يتفاجأ بعضهم منتقدا عملها بطريقة سلبية، إلا أن بعضهم الآخر يشجعها على عملها ذاك. هلا أول ما بلشت أنا كان كتير تفاجأوا الناس صراحة يعني. هلا لا، يمكن أنا تأقلمت أكتر، يمكن الناس تعودت تشوف ست عم بتسوق. بعد في ناس قليل يعني بتضايق، يعني بس وقف لحدا بقول لي نعم نعم، فكرني يمكن حي الله حدا وقف يسأل على شي شارع او عنوان او اي سؤال، بيكون هو ما انتبه انه انا هاي سيارتي سيارة تاكسي، فبتطلع فيك انا بقول لا ولا شي سلامتك. بتضايق يعني عشان بيقول لي نعم اموري، وانا عم بوقف له انه بركي بده يروح ياخد تاكسي او بده يروح لشي مطرح. كانت المرة الأولى التي تقود فيها أمل سيارة الأجرة منذ 7 سنوات، وهو عمل قالت أنه يتسم بالمرونة لأنه يسمح لها بالعودة إلى منزلها في الوقت الذي تختاره، كما أنه يوفر تكلفة النقل لها ولابنتيها. الزبائن يعرفون طريقهم إليها عندما تمر في الشارع وكذلك من خلال تطبيقات الإنترنت، وبالرغم من الوضع الصعب للغاية في لبنان كما تصف أمل إلا أنها لا تزال تقود السيارة والابتسامة بادية على محياها. لا لا، وضع البلد حاليا كتير صعب، كتير 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 صعب، يعني عم بيكون صعب علينا نحنا وعم بيكون صعب على العالم. أنا يعني صعب علي اخذ قليل من الزبون، وبنفس الوقت صعب على الزبون يعطيني حقي كامل، لانه اليوم الانسان يعني اي شخص موظف عم بحط نص معاشه اجار طريق، بحس حاله هول عم بشيلهم عن ولاده يعني عن بيته لحتى يدفعهم للتاكسي. بلس انا كمان عندي تكلفه السياره اللي هي اجار سيارتي، عندي بنزيناتي كمان، انا ما في هالقد سير الناس او هالقد يعني اتوصف فيهم، لانه ساعتها بصير بدي ادفع من جيبتي. أميرة حاوي إحدى أبنتي أمل وتدرس علم النفس، تعتبر وظيفة والدتها مميزة حيث تتيح لها القيام بتنقلاتها مع والدتها خاصة من وإلى الجامعة. أنا فخورة أكيد، وهي شغلة بتعتبر بريفليج، مش الكل عنده الأفضلية أنه أهله يوصلوك اليوم ويراجعوا، خاصة بأوضاع البنزين هلأ. فبحس أنه إيه أكيد إذا ماما ما كانت بتشغل على التاكسي أو مثلا ما بتعرف تسوق أو ما بتسوق كتير أو شغلة غير، يمكن كنت اضطريت اتعذب اكثر بالنزل وبالطلعة على الجامعة. كما وتشهد العاصمة اللبنانية بيروت نقصا في اعداد سيارات الاجرة مع الارتفاع الحاد في اسعار المحروقات، الامر الذي دفع الكثير من السائقين لترك المهنة.